دول اهم. السؤال الثالث، بص يا فندم، احنا بنتكلم على منظومة ترشيد، ولازم ان احنا نبقى واخدين بالنا من هذا الموضوع. لازم يحصل ترشيد، والترشيد بيحصل من حاجات كثيرة جدا. يعني احنا اتكلمنا المواطنين نفسهم لازم يرشدوا في بيوتهم، حتى لو انا حليت الأزمة زي ما بقول لحضراتكم وانا بتكلم على فترة الصيف، وده اللي انا قلته، ونحاول بنشتغل على بقية الحل الأزمة بصورة دائمة ان شاء الله قبل نهاية السنة. لكن أأكد تاني، جزء من حل المشكلة دي في عملية الترشيد. يعني أنا لو رشيت 10% من الاستهلاكات بأي صور مختلفة، خلاص ممكن الأزمة كلها تتحل، وما احتاجش أي موارد دولارية إضافية أروح أدفعها علشان أجيب مواد بترولية. جزء من الترشيد اللي الخبر قالوا عليه موضوع غلق المحلات، وقالوا المحلات تبقى يعني 10 مساء، ويعني أثير اللي بيحصل في الخارج إن المحلات بتقفل بدري عن كده، ولكن أنا عارف طبيعة الشعب المصري وطبيعة المحلات، ودي فيها فرص العمل وأكل عيش، فعشان كده قلنا هذا الكلام. لكن هنستمر في الفترة الجاية على نفس الإجراءات الترشيد علشان بس يبقى الموضوع نحقق عملية التوازن إن شاء الله. معالي دولة رئيس الوزراء، معلش اتفضلي اتفضلي، مع معها ناخد سؤال من الميكروفون الجنب ده. يعني تمكين سؤال المرأة، معلش اتفضلي. هند مختار، اليوم السابع، كنت عايزة أسأل حضرتك دلوقتي استحداث مجموعة وزارية مهمة جدا لريادة الأعمال، اتساقا مع تكليفات السيد الرئيس باستمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وتغيير كامل في المجموعة الاقتصادية. رؤية الحكومة اللي هتضعها في برنامجها القادم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تشجيع الشباب خاصة في مجال ريادة الأعمال، خاصة وإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي جزء مهم من الاقتصاد. شكرا حضرتك. هو يمكن عشان كده هذه المجموعة الوزارية كان الهدف من اقتراحها وتشكيلها انها تبقى هي المسؤولة عن دفع هذا، عجلة هذا الملف بصورة كبيرة جدا في خلال الفترة الجاية. لان اللي انا من كتر الاجتماعات اللي موجودة تبين بوضوح شديد ان هذا الملف بيتقاطع مع عمل العديد من الوزارات. العديد من الوزارات يعني، واكثر من مكان، عندنا وزارات مختلفه بدون ذكر الاسماء بتتداخل في هذا الموضوع، عندنا هيئه الاستثمار، عندنا جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه. في الاخر لما كنت بقعد مع الشباب ومع رياده الاعمال واللي هم مسؤولين عن هذا الملف من القطاع الخاص، بيقولوا لي طب انا لو عايز ابدا المشروع اروح لمين؟ عملنا المنصه لو حضراتكم تتذكروا لهذا الموضوع، لكن انا وجدت ان لازم يبقى خلاص بنحدد كيان معني كوزارة هيبقى مسؤول عنها، وهتبدأ هي اللي تقود هذا الملف، وفي مجموعة وزارية بتضم كل الفاعلين بتجتمع أسبوعيا عشان تحل أي مشاكل. الموضوع إن المجموعة، أنا عايز أكد، المجموعات الوزارية مش عشان فقط إنها تضع استراتيجيات وبرامج، لا، عشان تبقى تنفيذ. يعني مثلا على سبيل المثال في التنمية الصناعية، مش فقط إنها تضع استراتيجية وبرامج للصناعة، لا، دي تدي موافقات على إنشاء المصانع، تخصيص الأراضي، توصيل المرافق، وتتابع التنفيذ، وتنزل تشوف هو المصنع اتبنى ولا لا، خد رخصته ولا لا، جاب المكن بتاعه ولا لا. هو ده المستوى التفاصيل اللي هتبقى شغاله عليه المجموعات عشان نضمن في الاخر ان المستهدفات تتحقق. انما لو على قد، يعني انا اسف، شويه استراتيجيات وبرامج، ما هي موجوده وعندنا كثير من هذه الاستراتيجيات، لكن انا كل اللي يهمني الفتره الجايه التنفيذ على الارض، وازاي ان احنا كل شهر الاقي مصانع جديده بتدخل، مشروعات صغيره بتطلع، الشباب بيقولوا لي خلاص الاجراءات بقت سهله، بقيت قادر ان انا يعني اسس الشركه بتاعتي، واقدر ان انا كمان اتخرج في اي وقت، اقدر اعمل اي مشروع من غير ما عندي تمويل ميسر. هيبقى كل هذا الكلام اللي احنا بنستهدفه من خلال هذه المجموعات.